وإلى إقليم شرق الأوسط، حيث ترأس مؤخرا حاكم الإقليم عزيز محمد صالح حفل الانطلاق الرسمية لنشاطات منسقية جمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بمدينة سار. وقد حضر هذه المناسبة عدد كبير من السلطات الإدارية والعسكرية وممثلي الجمعيات المدنية. بحر الدين عبد الشافي الدود. إن الانطلاق الرسمي لنشاطات منسقية الجمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان حضرها عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين وبعض من ممثلي جمعيات المجتمع المدني في الإقليم. رئيس اللجنة التنظيمية دونو جيجينغا قدم شكره للمنسق الوطني لتجمع الجمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد ديجيدينباي الذي مثل البلاد في بعض الاحتفالات التي وضعت لتطوير مشاريع التنمية الاقتصادية. كما أشار رئيس تجمعات الجمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى أن هذا البرنامج السنوي يعد من اهتمامات الحكومة وحث الحضور على بذل الجهد والإخلاص من أجل المصلحة العامة في الإقليم وكذا الوحدة الوطنية واستدباب الأمن وجلب السلام. حاكم إقليم شارق الأوسط عزيز محمد صالح هو الآخر قدم شكره لأعضاء المنسقية على مواصلتهم في برنامج الحملة التوعوية وإنشاء المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، مطالبا الجمعيات المدنية بالمنطقة أن يحزوا نحو هذا الهدف الذي يسهم في دفع سياسة الحكومة الرامية إلى توفير استدباب الأمن والتعايش السلمي في جميع الأراضي الوطنية. أما في إقليم البحيرة فقد اختتمت الدورة التدريبية المنظمة لصالح أصحاب المواشي حول طرق وأساليب معالجة مواشيهم. حاكم الإقليم آدم فورتي هو من رأس مناسبة الاختتام، وذلك بالمركز البيطري لمدينة بول. المزيد من التفاصيل لدى عبد الرحمن آدم رحمة. يعد إقليم البحيرة أحد أهم الأقاليم الذي يمتلك ثروة حيوانية هائلة وفريدة، وعليه فقد شرعت شركة خدمات الاستيراد وتوزيع المواد البيطرية والزراعية بتدريب أكثر من 50 من أصحاب المواشي على كيفية استعمال الأدوية البيطرية في علاج مواشيهم. هذا ما أشار إليه مسؤول القطاع البيطري بإقليم البحيرة أحمد محمد بكر أثناء كلمته الترهيبية. ومن ثم فقد تداولت الكلمات من قبل ممثل لجنة الصليب الأحمر الدولية باعتبارها كداعمة للمشروع، وكذا ممثل المدير العام لشركة خدمات استيراد وتوزيع المواد البيطرية والزراعية، اللذان أكدا أثناء مداخلتهما بأن هذه الدورة تعد فريدة من نوعها وستساعد أصحاب المواشي بعد تلقيهم فنون استعمال الأدوية وكذا المعدات البيطرية اللازمة التي ستقي المواشي من معالجة الكثير من الأمراض. هذا ومن ثم فقد قدمت شهادات مشاركة بالإضافة للمعدات البيطرية من قبل حاكم الإقليم أدون فورتي وبعض المسؤولين. وفي نهاية المناسبة قام الحاكم بافتتاح الصيدلية البيطرية التي أنشئت لصالح الرعاة بإقليم البحيرة أملا في تحقيق غايتهم المنشودة. ومن إقليم البحيرة إلى إقليم أنادي الشرقي، حيث نصب مؤخرا حاكم الإقليم الجنرال حسن جربو نصب مدير المحطة الإقليمية للإذاعة والتلفزيون بأم جرس عيسى أزرك. المزيد من التفاصيل لدى محمد حسن آدم. جاءت هذه المناسبة بهدف تنصيب مدير المحطة الإقليمية للإذاعة والتلفزيون بمدينة أم جرس حاضرة إقليم إنادي الشرق السيد إيسى أزرق، وأن المناسبة جرت بحضور حاكم الإقليم الجنرال حسن جروبو إلى جانب ممثل سلطان دربيليا والسلطات الإدارية والتقليدية والعسكرية بالمنطقة. الأمين العام لإقليم إنادي الشرق ماب مارا في كلمته بهذه المناسبة ذكر المدير الجديد للمحطة الإقليمية بالمسؤولية التي تنتظره، كما طلب منه تضافر الجهود وبذل المزيد من العمل من أجل السماح لسكان الإقليم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المحطة الإذاعية والتلفزيونية. مدير المحطة الإقليمية من جهته شكر السلطات العليا في البلاد على الثقة التي أولوه إياه، كما طلب من الإداريين الوقوف بجانبه بغية الأداء الأمثل للمهمة التي أوكلت إليه. أشكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الثقة التاني والتاني سو ديركتير ريجونال دام جرس أنا راديو والتلفزيون، وأشكركم أنتو أيضا وما نقدر نسي شيء بلاكم أنتو ودار منكم أنتو الفكرة ويعني والمعاونة عشان تعاونوني وكيف نقدم الخدمة وعشان نودو الريجون قدام.
ونشير إلى أن السيد إيسى أزرق يعد أول مدير للمحطة الإقليمية للإذاعة والتلفزيون بمدينة أم جرس بإنادي الشرق. وفي إقليم البطحاء الغربية وبالتحديد مدينة آتيا، نظم الصليب الأحمر الفرنسي بالتعاون مع الصليب الأحمر التشادي ورشة حول المكافحة والتقليل من سوء التغذية للأطفال، وذلك لصالح قادة السلطات التقليدية. رأس المناسبة الأمين العام لمحافظة البطحاء الغربية الزميل أحمد داود في سياق الورقة التالية. أجل توعية وتثقيف المواطنين بالإقليم بخطورة مرض سوء التغذية للأطفال، تجيء هذه الورشة التنويرية حول مشروع مكافحة سوء التغذية لصالح زعماء السلطة التقليدية بإقليم البطحة. ودعا إساق نوحو المسؤول المساعد للصليب الأحمر الفرنسي بالبطحة في كلمته أن المعلومات والأخبار التي ستتلقونها خلال أعمال الورشة تنصب حول التوعية وتثقيف مواطنيكم بخصوص خطورة سوء التغذية للأطفال. رئيس اللجنة الإقليمية للصليب الأحمر التشادي السليك عبد الكريم حث الزعماء التقليديين إلى توصيل الرسالة إلى مواطنيهم سواء كانوا في القرى أو الفرقان. كدمي دي كان تقعد اللي بوقت كان زول بس يمشي يقول يا خدم والشيوخ التقليديين ده ولا شيخ دي بلاج دول ما يا خدم ما عمد خدمي مقتك. الأمين العام لمحافظة البطحة الغربية هسام بالي قال إن الصليب الأحمر الفرنسي بالشراكة مع الصليب الأحمر التشادي قدموا الكثير من المعدات الطبية والأدوية والتدريب للمستشفيات والمراكز الصحية بالإقليم. هذا ونشير إلى أن مكافحة سوء التغذية الأطفال في البطحة شملت معظم المستشفيات والمراكز الصحية.